السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف هواوي ميت 9. بنسجل شبكة الواي فاي وبعدين بنضغط التالي وبعدين بنضغط استخدام حسابك في جوجل. بنشوف إشعار من التليفون بيقول تم إعادة ضبط هذا الجهاز، المتابع عليك بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل اللي انت بتستخدمه في المتجر او في الجيميل او في اي وسيلة بتستخدم فيها جوجل. لو انت مش فاكره ان شاء الله هتتابع معنا الفيديو ده علشان نتمكن من تخطي حساب جوجل والجهاز يشتغل معنا بطريقة طبيعية. بنرجع للصفحة الرئيسية وبعدين بنضغط مكالمة طوارئ، بتحط شريحة في الجهاز، بعدين بتضغط 911، بعدين بتعمل اتصال وبتضغط على تقويم زي ما احنا شايفين بس بطريقة سريعة شوية. لو فشلت بترجع تاني وبعدين بتضغط بطريقة سريعة وهكذا لحد ما يجي لك تقويم زي ما احنا نشوف في الفيديو ان شاء الله. اضطريت ان انا اخليكم تشوفوا الطرق اللي ما نجحتش في التقويم فيها علشان تعرفوا ان الطريقة مش لازم تيجي من اول مرة. بعد ان شاء الله ما يفتح التقويم هتقفل المكالمة وبعدين ترجع للتقويم تاني. تضغط على علامة الزائد او البلس وبعدين تعمل وصف للتقويم اللي هو عبارة عن youtube.com. بعدين تضغط علامة الصح علشان تحفظ الوصف. بتضغط على سماح. بعدين بتضغط على التقويم اللي احنا حفظناه من شوية وبعدين بتضغط موافق. طبعا انت لو عملت مشاركة مش هتلاقي اي تطبيقات خالص. بتضغط على كلمة اليوتيوب اللي احنا كتبناها من شوية. بيفتح لك تطبيق اليوتيوب. تضغط على 3 نقط لأي فيديو، تعمل مشاركة، بتفتح تطبيق جيميل وبعدين بتضغط تخطي، بعدين بتضغط إضافة عنوان بريد إلكتروني، بتضغط على خدمات مايكروسوفت علشان تسجل حساب مايكروسوفت. طبعا انت لو مش عندك حساب تقدر تدخل من أي جهاز أو من أي كمبيوتر وتعمل حساب على مايكروسوفت وبعدين تتابع معانا الخطوات. بعد تسجيل حساب من مايكروسوفت بتعلم على كل 15 دقيقة وتخليها مطلقا وتضغط التالي. طبعا الخطوة دي مش مهمة، تضغط التالي وبعدين تعمل انتقال الى الجيميل. بعدين بتضغط على السهم اعلى يمين الشاشة، بتضغط على 3 شرط اعلى يمين الشاشة وبعدين تضغط على الاعدادات 3 نقط اعلى يسار الشاشة وبعدين ادارة الحسابات. بعدين بتنزل تحت خالص بتخش على النظام، ومن النظام بتعمل إعادة الضبط وبعدين استعادة جميع الإعدادات الافتراضية، بتضغط عليها تاني وبعدين بتضغط عليها تاني وبتسيب التليفون لحد ما يعمل استعادة إعدادات افتراضية. بتقدر تضغط على زر الهوم وبتستعمل التليفون من غير أي مشاكل. دي معلومات الجهاز.
يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار اي مشكلة طرق التواصل اسفل الفيديو.